أهلا وسهلا ست وداد حلواني، حضرتك رئيس لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين بلبنان. بدنا نبلش من عند حقنا نعرف، لأنه منا صار في عنا 40 الحرب، صح؟ حقنا نعرف، قصدك حملة 40 الحرب. نعم. حقنا نعرف، أكيد حقنا نعرف، مش بس كأهالي مخطوفين ومفقودين، حقنا كمان كمواطنين كلبنانيين كلنا سوا حقنا نعرف. 40 سنة صار مارق على بدء الحرب، وعادة نحن يعني بنعرف انه بالأربعين اذا واحد حادد بالأربعين بفك حديده وبيبلش بيمارس حياته الطبيعية. فنحن عم نتطلع لقينا انه الأربعين يعني سنة بعد لبنان، يعني مش بس بعدنا، نحن عم نطالب بحقنا نعرف شو صار بأهالينا اللي أخذتهم منا الحرب. كمان انه لقينا انه لبنان ما رجع، يعني ما طلع من الحرب اصلا بعد 40 سنه، وعم نشوف يعني انه نحن كمان مش بس اهالي مفقودين، نحن مواطنين، فعم نشوف هيدي الحرب ما خلصت، بالعكس انه حرب عم تفرخ كل يوم، كل فتره فرخت حرب ثانيه، يعني انه وكل حرب بتوقف بيرجع بيطلع لنا، يعني بتعطي الاشاره او بتغذي حرب ثانيه. فاللي اشعناه بطرابلس، يعني اللي فعلا منكوبه، اللي اشعناه بصيدا، اللي اشعناه بالبقاع، اللي يعني مرق كذا سنة ونحن عم نتلطى، يعني عم نلطي أولادنا من حيط لحيط، إنه علقت هون لا ما علقت هون، فصارت يعني هالحرب اللي ما طلعنا منها فرخت حروب و يعني مثل ما كنا نتعلم بالزمانات وقتها كنا بعدنا تلاميذ، تعلمنا شيء بالمادة الشيمي ليفاس كومونيكان، يعني بالأوعية المتصلة، يعني حرب تدلق على حرب، حرب تدلق، يعني في هدف من حملة الأربعين. أكيد نحن يعني خلال هالأربعين سنة ونطرتنا ومطالبتنا بحقنا بالمعرفة، لقينا حالنا كمان إنه عم نعيش بهالبلد، ولقينا إنه يعني جربنا ننقل بأربعين الحرب، جربنا ننقل أسئلة الناس ووجع الناس وهموم الناس يلي ما عم ينقلوها بشكل حقيقي وبشكل طبيعي، مش إنه ما عم بيعرفوا نحن عم نعرف، نحن حقيقة يعني من وراء الأسئلة اللي عم تشوفيهم واللي هني يعني المادة الإعلانية لحملة 40 الحرب اللي قمنا فيها مع حقنا نعرف، مجموعة أصدقاء لقضيتنا بشكل أساسي، من خلال الأسئلة إنه وقتها عم نقول مفقودو لبنان وينهم، يعني بعد 40 سنة بعد ما عرفناهم، لا عرفنا أحياء لا عرفنا أموات، إذا أموات أوكي وينني بدنا ندفنهم، هاي مفقودو لبنان وينهم. وكل يعني طالما يعني ما عم نعرف، ما عم تعطينا الدولة المسؤولة عنا، ما عم تعطينا جواب على هيدا المصير، فهيدا مش بس بيأذينا إلنا، هيدا عم يشكل كمان عامل غير وجعنا، عامل عدم استقرار بالمجتمع. وقت بقول حكام لبنان وينهم، هلا حدا بيقول لي كلنا بنعرف، يعني كل مواطن بنعرف وينهم، نحن مش بس بدنا نجي انه منهم هون ومنهم موجودين، نحن كمواطنين بدنا يعني نشوف ادائهم السياسي، بدنا نشوف وين حقوقنا، هلا خلينا وين حقنا. عم نحكي عن الصور هلا حمله 40 الحرب، وكان قبل سبق رسائل على الهواتف الخلوية بتحمل سؤال، تحمل هيدي الأسئلة، هيدي الأسئلة يلي عم نشوفها، يلي وزير الاتصالات ممنونين دعمه أنه عبر وسع ودعم الحملة بهالشكل، أنه عم تجي رسائل على التليفونات، هي فعلا دعوة لجميع اللبنانيين بكل كل واحد بالقطاع اللي فيه، بالمكان اللي فيه، بالشغل اللي فيه. خلينا يعني نحن منقول ومنشوف، مش بس منقول، منشوف أنه حتى الدكانة الصغيرة بالحي كل سنة بتسكر بيبها، ما بدي أقول السوبر ماركت، ما بدي أقول المؤسسات، كلهم سوا بيسكروا بيبهم مرة بالسنة وبيعملوا جردي، شو وين تقدم وشو حققوا وشو تراجعوا وشو خسروا وشو إلى آخره. يعني 40 سنة لازم نعمل جردة وطن سميها. فنحن
من خلال هالأسئلة ومن خلال هالحملة يلي رح تمد 40 يوم فعلاً طامحين إنه كل حدا بالقطاع اللي هو فيه يعمل جردن. بعطي مثلاً الإعلام، هلأ نحن بوسيلة إعلامية، من مثلاً الإعلام خليه بلبنان يعمل جردن بهالأربعين سنة، تعسر وين، تقدم وين، شو العوائق، شو الاشياء المنيحة اللي حققها، المستشفيات، النقابات، كل هذه المؤسسات، خلينا نعمل جردة وطن، مش بس تنعمل تنشتغل، خلينا وقتا بفتكر وقتا بنعمل جردة هالوطن، هيدي فكرة الحملة، وقتا بنعمل جردة وطن بركة في أمل نوصل لنقعد مع بعضنا ونخلق مساحة مشتركة كل هالناس اللي بتعنيهم فكرة المواطنية، مش نضلنا أزلام ولا رعاية لا للطوائف ولا للاصطفافات السياسية. فنحن من بداية الحملة حتى اليوم كيف التجاوب معكم وشو حققتوا حتى اليوم؟ يعني الحملة وقتها بقول 40 يوم بعدنا بأول أسبوع، بفترض أنه كل أسبوع رح نتقدم أكتر، يعني عم يوصل صدى الحملة 40 حملة 40 الحرب، مهم توصل، يعني مثل ما قلتي وصلت على التليفون، رح توصل، بلشت توصل بالمناطق على البانويات بجنوب، صارت بالشمال، صارت بالبقاع، صارت على الاوتوسترادات من بيروت باتجاه شمال، من بيروت باتجاه جنوب. رح يكونوا هالاربع هالمادة الاعلامية اللي هن اربع اسئلة مع اربع صور، يعني رح يمرقوا، يعني كل واحد رح يسأل حاله بركة، يعني الولد يلي ما كان خلق بالحرب، يعني كل اللي عمرهم 40 سنة هلأ معناتها ما عاشوا الحرب، فأكيد ممكن واحد يكون 40 أو أقل يشوف هيدا أنه يسأل أهله أنه شو صار، شو صار، حقنا نعرف، كلنا حقنا نعرف. فشو عملنا لحديت هلأ؟ منتأمل أنه هاي الحملة حملة، أنا برأينا حملة كل الناس، كل اللبنانيين. فقد ما دعينا، ومن هون بدي أدعي كمان كل اللي عم يسمعونا، أنه خلينا ننطلق سوا ونتلاقى بها الجردة، لأنه فعلا نحن منستاهل وولادنا بيستاهلوا. أولاد لبنان لوين؟ أولاد لبنان لوين؟ يعني عايشين كل يوم بالخوف وبالرعب وبالسلاح وبلغة العنف والتخاطب العنفي. ماذا إذا بعد في أولاد بلبنان؟ قدي بعد في يعني أنه إذا بدنا نخلي يعني بدنا نعمل وطن، عم قول نحن منستاهلوا، أولادنا بيستاهلوا، وفي عنا أولاد أولادنا. صار معلش، أنا كنت عم قلهم أنه أنا وقتا انخطف زوجي كانوا أولادي 3 سنين و6 سنين بعمر حفيدين اللي عندي هلأ، فبدنا نحكي بأولادنا، بدنا نحكي بأولاد أولادنا، فأنه في جيل ثالث بعده يعني عم يورت ورتني أزمات الحرب. يعني نحن من 25 سنة بال2000 أول حملة عملناها ب13 نيسان بذكرى كان في ربع قرن على انتهاء الحرب، من 25 سنة ب13 نيسان 2000 أطلقنا حملة حقنا نعرف تحت شعار تنذكر تما تنعد. فنحن منذ ذلك التاريخ عم نقول يا جماعة تعوا نفتح صفحة الحرب، مش تنقبدها، خلينا نفتح صفحة الحرب لنقراها، لنتعلم منها، لنستخلص الدروس منها، ساعتها فينا نقفل. انه 40 سنه بعدها مثلا بعد ما حلينا شيء، وفي مقدمه الاضرار الحرب هي في مقدمتها هي قضيه المفقودين. ليش عم اقول في مقدمتها؟ مش لانه زوجي مفقود، ولا لانه اوديت ولا دينا انفقدوا، ولا ام علي ولا سونيا، لانه هي قضيه اولا بالعدد اللي طالته، ثانيا بكون عم تطال بني ادمين هل اختفوا، وعم تطال اهاليهم، يعني بيشكلوا شريحه كثير كبيره من اللبنانيين. فلا يجوز ان يبقى هذا الملف معلقا كل هذه السنوات. تجربه شخص مفقود بالعائله صعبه، خاصه ان يكون زوجك، زوجك او ابنك او انا يعني، لانه عايشين مع بعضنا من 82 عمرنا، لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين 33 سنة، يعني انا كما عشت وجع الزوجة عشت وجع الاولاد اللي فقدوا بيهم، عشت وجع اودات يلي فقدت ولدينا ويلي ماتت بحادث السيارة هي وجاية على الاعتصام، ما عرفت شي من عيشة، وجع الابن والبنت والام والزوجة،
عيشته مع أهالي المفقودين يلي صلنا 33 سنة عم نحفر مثل النملة اللي عم تحفر بالصخر. ستويداد اليوم لما بتشوفوا شو عم بيحصل بالعالم العربي وبالمناطق المجاورة حوالينا بتخافوا؟ منخاف أكتر ومنحس بمسؤولية أكتر، إنه لأنه نحنا مثل ما قلتي نحنا محاطين ببركان مشتعل، فنحنا بزيادة كمواطنين كأهالي مفقودين بالدورين كأهالي مفقودين وكمواطنين، لأنه ما بدنا مخطوفين جديد وأصلا ما وقف الخطف يعني، وهون يعني بدي أشير لمعاناة أهالي العسكريين يعني. فبزيادة صار لازم نتيجة هالوضع وهالنار اللي بدير مندارنا أكيد لازم نحاول نحصن حالنا، نحصن إحساسنا المواطن، نحصن وطننا، بنعمل مناعة. وإلا يعني الحرب اللي عم يدور حولنا صار جزء منا، عنا ما لي شيء، كلنا عايشين قريبة بعيدة يعني. إيه كلنا عايشين، فهيدا بيستدعي عن جد وقفة جدية، وقفة تأمل. خلينا نتأمل بالماضي لنقدر نتماسك بالحاضر لنأمن لنساهم بمستقبل عن جد آمن ومستقر لأولادنا وأولاد أولادنا. بعد الأربعين يوم شو منتظرين أو شو حتعملوا؟ بعد الأربعين يوم بتمنى أنه هالأصداء اللي هلأ إعلامياً مغطاية وإعلانياً رح تغطي كل المناطق اللبنانية مش بس الأوتوسترادات، يعني بتفوت عكار وعبعلبك وعزحلي وعجوني وعالمتن وعكسروين. فبعد الأربعين يوم بنفكر أنه رح نلتقى بناس وبأصداء وبقطاعات انه فعلا بلشت تعمل جردة الوطن، بدنا نشتغل على الجردة، نحن رح نعمل جردتنا ورح نطالب كل الناس ونضلنا نطلب منهم بعد الأربعين يوم انه خلينا، لانه انا يعني كتير مهم كل الوقفات والنشاطات اللي عملوها كتير من الاطراف والجمعيات بذكرى 13 نيسان، ذكرى الحرب تنذكر تما تنعاد، بس ما بيكفي نحن نتذكر الحرب مرة بس يوم بالسنة، بس يوم 13 نيسان. بدنا نفكر ب 14 نيسان شو بدنا نعمل، وب 15 نيسان، وبدنا نفكر من بعدهم هو 15 و 14 ومن بعد نيسان كله لنيسان 2016، خلينا تكون عملنا الجردة وخلينا نتواجه مع بعضنا، نتواجه ونفرجي انه هيدا الشيء اللي عملناه ساعتها رح يدلنا وين نقاط ضعف، وين نقاط الخسارة، كيف لازم نمشي مع بعضنا بروح مواطنية حقيقية. ما فينا كل واحد يضل فاتح على حسابه ويقول الحكام ما عم يعملوا لنا شيء وعم يسرقونا وعم يعني. نحن كمواطنين لبنانيين يعني صرنا محرومين من حقوقنا الحد الأدنى، من حقوقنا. ليش مثل ما قلت، ليش عم ناكل، ليش في حملة هلأ على الأكل الفاسد، ليش عم ناكل غذائنا مسموم، ليش ممنوع حقنا الطبابي، وين الطبابي، وين حق التعليم، وين حق التمتع بالمساحات العامة والأملاك العامة اللي كلها عم تصير كلياتها عم يتم تعدي عليها وعم تصير يعني عم تنسرق منا، وين حقنا بالانتخاب، وين حقنا بالديمقراطية، بنضلنا من أول ما خلقنا إنه لبنان وطن ديمقراطي، وين الديمقراطية، وين السلم يلي صار لهم من سنة التسعين، إنه السلم وين السلم إذا كانت كل مفاهيم الحرب بعدها موجودة بالبلد. نتمنى لكم هيك الصوت يوصل ويكون في هناك تضامن معكم كبير لحتى نقدر نحقق الهدف ونحصل على لو جواب. شكرا لحضورك. وأنا بدي أتمنى بالأخير لكل نياتنا، لكل اللبنانيين، لكل اللي عم يسمعوني، لكل المعنيين بلبنان، إنه تكون الأربعين سنة اللي جاي أفضل بكتير من الأربعين سنة اللي مرقوا إن شاء الله. شكرا لحضورك، متابعة بعد الفاصل.